نجموش نوصلوا لسيادة غذائية وفلاحة توفر خضرة نظيفة وماكلة نظيفة بطريقة مستدامة بلاش بذور أصيلة. أنا فرج كواش من الجمعية التونسية للزراعة المستدامة، نخدم على مشروع يهتم بالبذور الأصيلة. الجمعية هذه تأسست في 2015 وبالفرنسية اسمها Association Tunisienne de Permaculture. Permaculture فيها كلمة permanent كولتور اغريكولتور بيرمانونت هي زراعة مستدامة. نشكر زملائنا من شبكة شمال افريقيا للسيادة الغذائية، انتظم اليوم جمعية عامة واللي تم فيها مناقشة استراتيجية جديدة يعني للثلاث سنين الجايين. بين المشاريع اللي تخدم عليها جمعية تونسية للزراعة المستدامة مشروع البذور الأصيلة واللي فيه نخدموا على اكثار البذور الأصيلة. بل الفلاحين كانوا يتبادلوا البذور، فكان الفلان يعطي للفلتان ويتبادلوا ويسألوا كيفاش هذيك طلعت كيفاش عطات. توا يعني مع البذور اللي هجينا البذور اللي غزت الأسواق، الفلاح يشري كل عام ويشري بذور يعني مش متأقلمة مع المناخ، بذور اللي تتطلب مواد كيميائية. والوكال زادة كل عام يشري خضرة مش نظيفة اللي تخليه يمرض أمراض، في الاخر باش يشري دواء من نفس اللوبيات نتاع الادويه هذوما. القانون التونسي فيما يتعلق بالبذور قانون على 42 لسنه 1999 يعني ما يسمحش بطريقه غير مباشره انه الفلاح يلجا للبذور الاصيله، يعني يمنع البيع. فبشوي بشوي ولت البذور الاصيله الطبيعيه نتاع الجدود كل ولت ماهيش مسجله بين قوسين غير قانونيه، الشيء اللي هو غير منطق. نبدو في ولاية مدنين وتطاويل على إنشاء دار بذور اللي تتمثل في مكان يعني لخزن البذور وتبادل البذور، ومكان زادة لإنشاء دورات تكوينية حول شنية البذور، كيفاش نزرعه، كيفاش نحافظه على البذور.